السلام عليكم بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مشاهدي الكرام متابعي الأوفياء قناة زوزي التشوية صحة رمضانكم إن شاء الله تكونوا بالصحة والهناء يا يعني جيتكم اليوم بوصفات سهلة بسيطة جبتكم لسوب تاع الخضرة بدون لحم بما أنه غلاء اللحوم كما رانا نشوفه حاليا غلاء اللحوم جبت لكم هذه الوصفات سهلين وجبت طاجين حلو أه ولا طاجين القرنونه وانا خدمته غير بالكاوكاو يلا مع بعض نشوفوا الوصفات تاعنا راح نبداو اول حاجه بمقادير تاع أه طاجين الحلو اللي قلت لكم ما فيه لا بصله لا حتى حاجه راح نخدموه كيما موالفه وكيما عودتكم اني درتو من قبل مع اول حاجه اللي درتها هي فورت الزبيب تاعي وعين بقره تاعي باش نحيلهم لهم آه اللون خاصه عين بقره باش ما تكليش اللون بزاف في الـ في الـ في الطاجين الحلو تاعي ويجي اللون تاعو شفاف ويجي هايل آه كما تشوفوا هنا درت مغرف تاع الزبده راح نحطها وندير السكر تاعي يعني على حساب الكميه تاعكم هنايا انا درت كاس كما الكاس هذا تاعي الكبير راهو يهز تقريبا 350 درت كاس وزدت نص وكل كاس تاع السكر ديروا زوج كيسان ما درت هنايا ثلاث كيسان ما علاه درت كاس سكر يقابلو زوج كيسان ما ودرت نص كاس يقابلو تقريب كاس تاع ما يعني ثلاث كيسان لانه نحتاج كميه كبيره باش نخدمها ونختليها كما تعرفوا تاج الحلو هذا هو الطبق اللي نهار كامل ولا 30 يوم هو داخل وخارج بالفريجيدار تاعنا هنايا بعد ما حطيت الماء تاعي راح نحط نصف ملعقه صغيره تاع قرفه بودره تقدري تستغني عليها اذا ما تحبيش يعني العسل تاعك ولا عفوا ولا الشربات تاعك ولا الطاجين الحلو تاعك يجيك اللون تاعو شويه ما تكثريش القرفه انا حطيت غير النص حطيت العود لجمه القرفه كيما راكم تشوفوا نبقى نخلط مليح هنايا جبت التفاح تاعي كنت قشرته وحكيته ملح بالقارص باش يكون محافظ على اللون تاعي نحيت له القشره وحطيته يطيب هو الاول مع هذاك السيرو بعد ما يطيب راح نحيه علاه باش كي نحط هذيك عين بقره تاعي ما يتفزدليش اللون تاعو يعني يبقى اللون تاعو اصفر ومحافظ على اللون حطيت كذلك ترونش تاع قارص باش يجينا السيرو تاعنا ولا الطاجين الحلو تاعنا خفيف وما يتلاصقش هنايا جبت الكاوكاو تاعي باش نخدم بها القرنونة ولا كل واحد كفاه يقولها الاناناسا كاين عدة اشكال كنت متشهي متشهيتها عفوا وحبيت نخدمها وقلت خلي نخدمها غير بالكاوكاو بما انه كما قلت لكم الاسعار راهي غالية وكامل ما قدرش نشريو الجوز واللوز آه قلت خلينا نخدمها طريقة اقتصادية سهلة باش آه يعني كامل تقدروا تخدموها هنايا جبت مغرف تاع الزبدة ومغرف تاع سكر كلاص ما حبيتش نكثر السكر لاني راح نحطها في طاجين الحلو كما تعرفوا كل شيء حلو ونزيد هذه حلوة بزاف درتها كما راكم تشوفوا ولميتها بالمزار كما درنا العجينة تاع لي دات آه هكاك بعد هنايا درتها غير بالكاوكاو مرحي هنايا بعد ما لميتها بالماء حاولو انكم ما تكثروش بزاف الماء باش ميجيكمش جاريه وتحصلوا فيها خاصه انه الكميه محدوده ديروا 100 غرام تاع كاكاو مرحي ومغرف تاع زبده صغيره ومغرف كبيره تاع سكر ناعم المهم بالمزار حتى نتلم العجينه هنايا نكوروها على الشكل هذه تاع تاع القبه ونجيبوا الجلوكوز تاعنا بعد ما سخناه نديروا شويه عسل وشويه جلوكوز وندهنوها ونبداو نزينو بالطريقه هذه غير بالكاوكاو تحبوا ديروا اذا كان عندكم تحبوا ديروا لوز يعني مقشر وبيستاش هنا درتها سهله بسيطه يعني المهم نحس خفا هذه كنت مع حباباتي ومتتبعاتي الوفيات يعني حاجه سهله بسيطه غير بالكاوكاو تخرجي حاجه متحوفه الله الله واقتصاديه وفي متناول الجميع كما قلت لكم دائما ان نحوس على وصفات يعني انايا تساعدني وكما تساعدني انايا حاجه بينا راح تساعدكم هنايا جبت لكم لا تاع الخضره والعدس بالوصفه او المكون السحري هو العدس بدون لحوم بما انه غلاء اللحوم راهي كارثيه لا تعقل جبت هذا لاسوب سهله مهله على بالي تكرهوا بزاف يعني من الشوربه والحوايج يعني شوربه والحريره ديروا لاسوب كاين اللي حابين يبدلوا ديرو لاسوب هنا يعني عندي نص حبه بصل زوج حبات زروديه حبه بطاطا صغيره وفلفل عندي الحشيش هذا عندكم تقدروا ديروا معدنوس دبشه الكرافس حنا في دارنا ما ناكلوش الكرافس ما نشتيوش البنه تاعو وتقدروا ديروا اي حاجه يعني الاعشاب هذوك كل يعني الكرافس ديروا المعدنوس الكسبر اي اي حاجه كما راكم تشوفوا هنايا درت زوج مغارف في الكوكوط تاعي تاع الزيت ومغرف تاع الزبده جبت الحبه هذيك تاع الفلفل قطعتها كما راكم تشوفوا راح نزيد نقطع الدبشه تاعي والمعدنوس تقدروا تكثروا وتديروا الكميه اللي حبيتوها كما قلت لكم تقدروا ديروا الكرافس تقدروا تديروا بزاف كرافس يعني اللي يحبوه واللي موالفين ياكلوه حنا تقدروا ديروا حتى طرف صغير تاع بسباس راح يبني لكم ولا الحشيش هذاك اللي نلقاوه في البسباس هذوك الاغصان يجوا فيه وريقات صغار راح يعطيو بنه هايله في هنايا استخدمت كميه قليله تاع بس يعني الخضره اللي كانت عندكم كل تقدري تحطيها وتضيفي لها مغرف فقط تاع عدس حطوه في الماء يغلي كما راكم تشوفوا حطيته فقط مغرف فقط يا البنات تجيكم بنينه كانكم حطيتو فيه اللحم كالوب وكلش بصح غير بالطريقه هذه سهله مهله تجيكم وخفيفة وصحية بهذه الطريقه نخليوهم يتقلى وراح نضيفوا الملح تاعنا نضيفوا شويه توابل تاع الدجاج شويه كس وشويه فلفل اكحل وشويه كمون نخليوهم يتقلاو مليح وريقه رند هنايا المقطع اللي ضفت فيه لي زيبس تحذف لي ونمرقو بالماء سخون خليهو طيب مليح ويتبنى هذاك العدس قد ما يطيب لنا راح نحط مغرف تاع فرماج اللي عندكم ولا تحطو ثلاث حبات تاع فرماج اذا كان عندكم لا كريم فريش تقدروا تضيفوا لا كريم فريش وراح يجيكم احلى وابن لاسوب خفيف سهل واقتصادي بدون لحوم كذلك طاجين الحلو بدون لحوم اقتصادي لحو بالقرنونه كما راكم تشوفوا الشوربه ولا لاسوب سوب تاعنا هايله ما شاء الله ما قدمتها مع السلطه والبوراك وطاجين الحلو بالصحه والهنا والعافيه ان شاء الله تصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله يكونوا عجبكم وصفاتي وما تنساوش دعم بالاشتراك اذا عجبتكم الوصفات تاعي والاشتراك والضغط على الجنب باش اكبر عدد من المشتركين أه وصحه رمضانكم